سريع كده صديقي الاهلاوي، تعال اقول لك صفقات النادي الاهلي الموسم القادم. النادي الاهلي بيحارب بكل قواه ان هو طبعا ياخد اللاعب المتميز المغربي عبد الرزاق حمد الله نجم نادي اتحاد جده، لان نادي اتحاد جده اعلن رسميا ان اخر موسم ليه حمد الله في الموسم او نهايه الموسم اللي عدى ده. فكل التوفيق ان شاء الله ليه حمد الله، لعيب كبير جدا، لعيب مميز، بياخد في الموسم 5 مليون دولار. النادي الاهلي بيحاول يخلصه ب 2 مليون دولار في الموسم، يلعب معاه كاس عالم. تخيل معايا صديقي الاهلاوي ان حمد الله على طول مسيرته لعب 356 مباراه، جايب 296 جول وعمل 55 اسيست، فلاعب كبير جدا يعني مبارياته بعدد اهدافه او صناعته للاهداف. فكل التوفيق لحمد الله، لعيب كبير، لعيب مميز. النادي الاهلي بيحاول بقوه ان يجيب الصفقه السوبر دي، صفقه سوبر، صفقه بوم. فكل التوفيق للنادي الاهلي، ان شاء الله قادر ان هو يقدم مستوى طيب في كاس العالم للانديه. كمان زين الدين بالعيد النجم المتميز، النجم الجزائري، قرب بنسبه 95%. سريع كده صديقي الزملكاوي، تعال اقول لك صفقات ناريه لنادي الزمالك. نادي الزمالك بيحاول بقوه في منافسه غير عاديه مع نادي طبعا العرب القطري، في طبعا استقطاب اللاعب المميز اشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك السابق قرب جدا، قرب بقوه للنادي الزمالك، لعيب مميز، لعيب كبير جدا. فكل التوفيق لبن شرقي وقرب من نادي الزمالك. رقم اثنين عبد الله السعيد ودوره في تخليص صفقه رمضان صبحي. رمضان قرب بقوه لنادي الزمالك، لعيب مميز، لعيب كبير. طبعا كان في جلسه مع المتميز كابتن احمد سليمان وعبد الله السعيد ورمضان صبحي لتقريب وجهات النظر، وقرب جدا 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 من نادي الزمالك. وكمان في تدعيم من الاستاذ طبعا ممدوح عباس لصفقه رمضان صبحي. رمضان صبحي ان شاء الله زملكاوي الموسم القادم. كل التوفيق لرمضان واحلى مسا على الزملكاويه. سريع كده صديقي الاهلاوي، تعالى اقول لك قصه قفشه في اجازه. قفشه غلط في تصريحاته؟ قفشه كان مندفع مع ابراهيم فايق؟ هل ابراهيم فايق تورطه؟ لا، لان اصلا قفشه شايل بقاله اكتر من سنه، خاصه بعد وجود امام عاشور. امام عاشور يا جماعه جه النادي الاهلي غطى على كل لعيبه النادي الاهلي تما. امام عاشور لعيب مميز جدا جدا جدا، بس جه وغطى على لعيبه النادي الاهلي تما بما فيهم قفشه. ده رقم واحد. رقم اتنين، محمد مجدي قفشه شايف ان هو افضل من امام في مركز 10، وده ما حصلش. امام عاشور لعيب هايل، احسن لعيب في افريقيا كلها في مركز 8 ومركز 10، افضل من قفشه بكتير، قوي دفاعيا وبدنيا وهجوميا، عنده حلول. قفشه انا وجهه نظري من بعد مباراه القاضيه ممكن ما شفناهوش، وليه حق مارسيل كولر يقعده على البنج، بس قفشه مش هيتوقف ومفيش اي اساس من الصح من الكلام ده.